كرم كرم. كلمتي الأخيرة، هاي اللي بإيدي جزرة، لو طلعناها على الشاشة أكثر من مرة كل يوم هاي الجزرة حتصير مشهورة، والناس حيقولوا يا جزرة صدى الملاعب، يا جزرة مصطفى الآخر، يا الجزرة ام بي سي. هاي الجزرة، هاي الجزرة ممكن تصير لها معجبين كمان، مثل ما صار للبيضة تبع انستغرام. هي لا حكت ولا اخترعت ولا غنت ولا قالت شعر ولا قالت حكم ولا فات المجتمع بأي شيء. الفكرة يا حلوين إنه سهل جدا هالأيام تكون مشهور حتى لو كنت شكل، لكن مش سهل أبدا إنك تكون صاحب فكر، تكون حد مؤثر ومفيد للمجتمع. فرق كتير كبير وشاسع بين مشهور وبين مؤثر، بين مؤثر صاحب محتوى وفكر، والأهم صاحب كلمة وبصمة. تذكروا الجزرة. صباح الخير خمر.